حدث مؤخرا انهيار زماني ومكاني في واحدة من أبعد المجرات في الكون، إنها مجرة عين وحيد القرن. أخطأ بعض علماء الفضاء ودمجوا دون قصد لوحة تقييم مكاني وزماني في جهاز لتنظيم الحرارة. كيف فعلوا ذلك؟ حسناً، باختصار، وضع شخص ما آلة الزمن، والتي كانت تبدو جهاز تحكم عن بعد، داخل ناقل فضائي يشبه الغسالة. لهذا ظهرت في المجرة حالات من الشذوذ الزماني والمكاني. أنت قائد مجموعة حماية الكون. إنها مجموعة متطورة من كائنات شبيهة بالبشر، لكن لها رؤوس كلاب. تراقب هذه المجموعة الكون كله، وتحل مختلف أنواع المشكلات النجمية وأي شذوذ في الزمان أو المكان. عليك أنت وفريقك اليوم التعامل مع مشكلات اليوم والغد والأمس، وإيقاف تشغيل آلة الزمن للنقل الفضائي. تدخل إلى مركبتك الفضائية، والتي تحمل اسم سفينة الكلب النجم، وتنطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر. وجهتك الأولى هي كوكب الأعلى. في هذا الكوكب تتحرك مختلف أشكال الحياة الذكية وغير الذكية بشكل رأسي. يتحرك جميع الأشخاص والحيوانات والكائنات الأخرى في سلالم تصعد للأعلى ولا نهاية لها. في هذا المكان ظهر جسم غريب من مجرة أخرى وزمن آخر. ابحث عن شيء لا ينتمي لهذا العالم. انظر، هناك حلزون يسير أفقياً على السلم المصنوع من الحبال. تضع الحلزون في جرة لإعادته إلى وطنه كوكب السلايم. المدهش في الأمر أن الحلزون يتكلم، فيطلب منك المساعدة. لقد ظهر وحش غريب على كوكبه، ويشكل الآن مصدر رعب لجميع سكان كوكب السلايم. تقرر تقديم المساعدة، وتتجه إلى كوكب الحلزون. لا يعيش هنا سوى يرقات وكائنات ذات قواقع. الكوكب كله مغطى بطبقة سميكة من السلايم. يمكنك رؤية الحلزونات الضخمة والصغيرة وعدة حلزونات بحجم ناطحات السحاب، لكن يوجد بينها كائن دخيل. انظر من حولك جيدا، واكتشف من ينتحل شخصية أحد سكان الكوكب. تلاحظ من بين قواقع الحلزون قوقعة سلطعون. ورغم أنها تبدو كقوقعة أي حلزون آخر، إلا أن مخالبه قد كشفت أمره. تلقي القبض على السلطعون وتنقله إلى مركبتك الفضائية. لقد انتهت مهمتك هنا. يشكرك سكان كوكب الحلزون وتغادر المكان. مهمتك التالية هي إنقاذ كوكب التعقيم. هذا الكوكب هو الأكثر تعقيماً في الكون كله. لا أوساخ أو ميكروبات أو بكتيريا في هذا المكان. تعيش في هذا العالم النظيف فقط بلورات طائرة بعين واحدة. لا تملك هذه البلورات أفواهاً ولا يمكنها الكلام، لكنها تتواصل مع بعضها البعض بالتخاطر الذهني. يتلقى دماغك إشارة منهم، تطلب منك البلورات مساعدتها. فهناك نيزك ضخم يقترب من كوكب التعقيم، وعليك تدميره قبل أن يصل. لا يمكنك الهبوط على الكوكب لأنك قد تجلب الميكروبات إليه. وبدلاً من ذلك، تقترب من نيزك وتفحص مكوناته، فتكتشف أن الكويكب قد أتى إلى هنا من عالم موازن، وهو مكون من السكر. تخبر البلورات أنه لا داعي للقلق، وتحلق بعيداً عن الكوكب دون أن تفعل شيئاً. لماذا أنت متأكد من أنه لن يحدث شيء لكوكب التعقيم؟ سيذوب النيزك المكون من السكر ويحترق في الغلاف الجوي للكوكب في ثوان قليلة. تكتشف أن ضيفا من المستقبل قد ظهر على كوكب الأرض 9. التقنيات على هذا الكوكب غير متطورة، فحتى المحرك البخاري لم يخترع بعد. لذلك تقرر أداء مهمتك سرا. تصل إلى أحد الحقول وترى 3 مزارعين يسيرون فوق أرض قد حرثت ويحملون الخضروات. أحد هؤلاء مزارع من المستقبل، لكن من هو؟ انظر، يحمل هذا الرجل كيساً بلاستيكياً. تعيد الرجل إلى زمانه وتهم بمغادرة المكان، لكنك تلاحظ حينها شيئاً غريباً. يعيش 3 مليارات شخص على كوكب الأرض 9، ويفترض أن يكونوا مختلفين عن بعضهم البعض، لكن حدث شيء جعلهم متطابقين في المظهر. ترى 3 مليارات مزارع يعملون في حقل واحد ضخم.
لديك حاسة شم قوية، وتشعر أن سكان هذا الكوكب ليسوا بشراً، إذ لا تشم لهم أي رائحة أبداً. انظر لهذا العدد الكبير من المزارعين واكتشف من يكونون. جميعهم صور ثلاثية الأبعاد، أحدهم يصدر وميضاً هل ترى؟ لكن ما الذي يدفع أحدهم لخلق وهم بصري هائل كهذا؟ في تلك اللحظة يبدأ المزارعون والأرض والأشجار والأعشاب بإصدار وميض، ثم يختفي العالم كله من حولك. أنت الآن داخل غرفة بيضاء صغيرة، تحول وجهك إلى وجه بشري وفمك مغطى بعصابة، لذا لا يمكنك التحدث. تحولت بدلة الفضاء التي كنت ترتديها إلى قميص رمادي. يفتح الباب ويدخل رجل ضخم يرتدي معطفا أبيض، يعطيك ممسحة ودلو ماء ويقول لك نظف الغرفة، ثم يغادر. أنت لا تتذكر من تكون أو كيف وصلت إلى هنا، وتحتاج إلى معرفة ما يحدث. لكن عليك أولا معرفة شكلك. كيف يمكنك معرفة ذلك في غرفة بيضاء خالية من أي أسطح زجاجية ومرايا ونوافذ؟ انظر إلى الماء الذي في الدلو، سيظهر لك انعكاسك. تنظر إلى سطح الماء وتقول أصبح كل شيء واضحا الآن. ثم يفتح الباب وتغادر الغرفة وتسير في ممر طويل برفقة الممرض. تمر بغرفة يجلس فيها أشخاص يرتدون ملابس رمادية مثلك تماما، ثم تصل إلى قاعة الطعام. يسكب لك الطاهي الماء ويقدم لك دونات بلون وردي ويقول لك تفضل الغداء. يزيل الممرض العصابة عن فمك فتتناول لقمة من الدونات، لكنها بلا طعم. حينها تدرك أن كل شيء من حولك مجرد خيال، وأنك على كوكب التعقيم تحت تأثير تخاطر سكان الكوكب. لكن كيف عرفت هذا؟ عندما نظرت إلى انعكاسك في الدلو رأيت وجهك الحقيقي، وجه الكلب، وكل شيء من حولك معقم ونظيف وليس للدهن الطعم. لا تعرف البلورات مذاق الأشياء ولا يمكنها صنع مذاق. يرغب سكان الكوكب بإجراء دراسة على جسمك لبناء جهاز مناعة لأجسامهم وتدمير المجرة. لقد تمكنت من اكتشاف خطتهم السرية، لكن كيف ستخرج من هنا؟ الطريقة الوحيدة هي استخدام بعض البكتيريا، لكن من أين ستحصل على البكتيريا على سطح كوكب معقم تماما؟ تنظر إلى الممر فجأة وتبصق عليه. تعم الفوضى المكان، فيصرخ الطاهي ويهرب ويختفي قميصك، وتعود من جديد قائد أمن الكون، ويتحول رأسك إلى رأس كلب. يحتوي لعابك على ميكروبات، وعندما بصقت على البلورة تسببت بالعدوى للكوكب كله. تغادر الكوكب الذي ستقضي عليه الميكروبات، ثم تلتقي بفريقك وتحلقون في الفضاء الخارجي. وفجأة تصلك إشارة من كوكب ضخم اسمه جاكتوم، يبدو أن آلة الزمن موجودة هناك. في تلك الأثناء كان الكوكب يسقط في ثقب أسود. تهبط على جاكتوم فتلاحظ أن لون السماء بدأ يتحول إلى اللون الأسود، وهناك ترى الغسالة اللامعة. ها هي، تثبتها بالعديد من الكابلات وترفعها نحو مركبتك الفضائية. ثم تزداد قوة جاذبية الثقب الأسود، وليس لمركبتك طاقة كافية لمغادرة المكان. ماذا عليك أن تفعل؟ استخدم الغسالة، إنها وسيلة للنقل الفضائي أيضاً، ويمكنك الانتقال من خلالها إلى أي نقطة في الكون. تقرأ بسرعة الإرشادات المرفقة بالآلة وتفتح الإعدادات. لقد نجحت، لقد نقلت سفينتك إلى جاكتوم. فتلاحظ أن لون السماء قد بدأ يتحول إلى الأسود، وهناك ترى الغسالة اللامعة. ها هي، تثبتها بالعديد من الكابلات وترفعها نحو مركبتك الفضائية، ثم تزداد قوة جاذبية الثقب الأسود، وليس لمركبتك طاقة كافية لمغادرة المكان. ماذا عليك أن تفعل؟ استخدم الغسالة، إنها وسيلة للنقل الفضائي أيضاً، ويمكنك الانتقال من خلالها إلى أي نقطة في الكون. تقرأ بسرعة الإرشادات المرفقة بالآلة وتفتح الإعدادات. لقد نجحت، لقد نقلت سفينتك إلى... مهلاً، ماذا يحدث؟ أنت تواجه الموقف ذاته مراراً وتكراراً. يبدو أنك لم تفعل النقل الفضائي، بل فعلت آلة الزمن، والآن أنت عالق في حلقة زمنية لا نهاية لها، وتسقط في الثقب الأسود الذي يلتهم الزمان والمكان لعدد لا حصر له من المرات. كيف ستهرب من هذه الحلقة الزمنية؟
تلقي بالآلة في الثقب الأسود. دمر الناقل الفضائي الزمني، لقد أنقذت الكون، لكن ما زلت تسقط في الثقب الأسود مع الكوكب. لمغادرة المكان أنت بحاجة إلى شيء يسحبك. في تلك اللحظات تدخل ثلاث سفن فضائية مدى رجيكتوم، تطلق كل واحدة منها شعاعاً من الجاذبية يمكنه سحبك بعيداً عن الكوكب. من بين السفن الثلاث هناك سفينة واحدة فقط تحمل نوايا طيبة وترغب في مساعدتك حقاً. أي سفينة ستختار؟ فكر بسرعة، الثقب الأسود على وشك أن يلتهمك. ستساعدك السفينة الشبيهة بالحلزون، ففي النهاية أنت من أنقذت كوكب الحلزون من السلطعون العملاق. تسحب المركبة الضخمة الكلب النجم بعيدا عن قوة الجاذبية الهائلة. تجد نفسك في فضاء مفتوح بعيدا عن الثقب الأسود. الكون في أمان الآن، وحان الوقت لمعرفة درجاتك من 0 إلى 2. ربما يمكنك إنقاذ كوكب أو 2، لكن إنقاذ مجرة أو الكون كله لا يزال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لك. 3 إلى 6 نقاط، ليس سيئا، يمكنك حماية الكون، لكن من التهديدات الصغيرة فقط. تشعر أحيانا بالرعب من الفناء بسبب المخاطر المحدقة في الفضاء. 7 إلى 9 نقاط، تستحق مكانا مرموقا في فريق حماية الكون، لكن عليك أن تتذكر أنه لا يمكنك إنقاذ العالم بدون مساعدة زملائك. 10 إلى 11 نقطة، الكون بحاجة إليك دائما. يمكنك التحكم في الزمان والمكان والتغلب على المشكلات الغامضة في الفضاء.